ليتني أعمى وجفني ما تبصر وطأة الشمر على الصدر المطهر أبر الأوداج لكن كيف هبا كنت مكبوبا على الوجه المبعثا جسد لكن بلا رأس وملحى جنبه طفل رضيع يتعفى شاهدت عين لا يضلع يتكسر أي قلب يا أخي لا يتفطر من إلى الخيام يحرقها الجهود من إلى الصغار تستحقها الخيول من إلى السبايا في سفر يطول من إلى فؤادي يا أيها القتيل واليتامى تترافى فوق جسم تربي عانقته قبلته كيف تمضي يا أبي فأجبني وأرحني من دموع العتبين